يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، فهل الإعادة خاصة بمن كان كافرا قبل الإسلام؟ أن يعود في الكفر سواء، نعم، هو المراد به الردة، المراد به هنا الردة، يكره أن يرتد إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار، سواء كان في الأول كافرا ثم أسلم أو كان من الأصل مسلم، يكره الردة، المقصود أنه يكره الردة عن الإسلام. نعم.